يا رب في هذا المساء امنحنا سلامك وراحة البال وهدوء النفس وسكينة الروح وطمأنينة القلب. وحدك إلهي تعلم ما في داخلنا نور، نور دربنا ويسر لنا أمرنا. آمين. نهار مبارك. حلقة جديدة من كاري سرير معكم، إن شاء الله تكونوا عم بتحبوا الأفكار. يعني لحتى حضر الفكرة تنقش بدي أعملكم فكرة عم تاخد يمكن وقت أكتر من ما اجي طبقها قدامكم، لأنه عم بحس إنه لازم نقيلكم إشياء هيك تكون سامبل، لأنه وقت بده يكون تدفعوا كتير أغراض وتقعدوا تشتغلوا فيها بتقولوا لي يمكن أحسن ننزل نشتريها خالصة من السوق. مشان هيك عم جرب قد ما فيها تكون هيك اشياء بسيطة تكون موجودة عنا وتعطي اشياء هيك سامبل وموديست بذات الوقت. قبل ما فوت بالهاند كرافت يلي هو كتير مهضوم الهاند كرافت اليوم، بدي أعلمكم كيف من حريم بولير عادي من نجيبه من السوبر مارشي، أسعاره كتير حلوة. مثل هذا الحريم حط حقه 5000 ليرة، يعني سعره كتير حلو، حلو كتير نحن نقصه ونعمله كادو. وهلأ بدي لكم كيف. في عنا عندي 3 حرمات، عندي 3 قصات، في عمل لأي عمر اللي بدنا. بترجع أكيد لنقشة نقشة الحريم ولا كبره، يعني إذا عم نعمل الكادو لجده مثلا أكيد بتجيبه حريم سادة، وبكون قياس تبعه تحسبه أنه بس ينعمل مثل بانشو لعشية يكون بيجي على جده على جسمه. لا ولد صغير أكيد بيكون حريم المفرد، عنا نحن المفرد مفرد ونص، وعنا المجوز، المجوز أكيد ما بنستعمله، يعني يا مفرد يا مفرد ونص. لكن هيدي الفكرة بتنعمل لكل الأعمار، الصغير بس بترجع لنقشة الحريم واللون أكيد، والكبر تبع الحريم. قبل ما فوت بالهاند كرافت يا حو جايبة كذا، شو بنقدر هلأ مرق؟ هيدا مثلا أرخص 4200 حقه، غير نقشة، وهيدا كمان نقشة خارج كريسماس. يعني عندي 3 موديلات هلأ بدي أعملكم إياهم. بس قبل حابة بدي أحكي شوي عن هون، بدي زيح شوي عن الموضة والتياب والهيدا، بدي أحكي شوي عن هيك شي صحي يلي هو ورق الغار. قديش ورق الغار مهم وموجود بكل بيت، اكيد نحن بنستعمله كلنا لسلق اللحمه لحتى يعطي مطيبات. بس كمان بدي لكم ورق الغار هو انتي بكتيريان، يعني ضد البكتيريا، انتي سيبتيك، وكثير عنده فوائد. راح هيك افصل شوي واعطيكم شو الفوائد تبعيته. الورق الغار كتير بسهل الديجستيون، بيقوي المناعة، وبيعطي إكلا كتير كبير، هذا القليل العالم اللي بتعرفه، للوجه للبو الجلدة وللشعر. هلا في هو عنده كذا فايدة. إذا بدنا نروح على الشيء الصحي، كتير منيح لكل شيء وجع ارتيكولير، يعني مفاصل، للوجع المفاصل او مثل فكش او هيك، يعني شيء بالمسكل بالعظم، الارتروز، للروماتيزم، اللومباجو المسكولير، اوقات هيك بنعمل كعمه بصير معنا وجع ظهر. هيدا كتير مفيد الورق الغار. كيف فينا نعمل؟ بنشتري فيه بالفارماسي ويل اسانسيال يلي اسمه معمول من فوي دولوريه او ورق الغار، وببقى بعطيكم كيف بنعمل ورق الغار الزيت المركز بالبيت. بس بده شغل، فيكم تجيبوا القنينه الورق الغار الويل اسانسيال من الفارماسي
مثل ما دايما بقولكم بتدفعوا يمكن حقها شوي بالألوفات، بس بتضاين لأنه نحن عم نستعملها بالنقط. بالنسبة لكل شيء مثل ما قلت لكم الدولار أرتيكولير المفاصل، بنحط 5 نقط من هيدي القنينة الورق الغار لويل اسانسيال بمعلقة كبيرة زيت حلو، زيت زيتون، بنحطهم بصحن أو بوعاء ومندهن كل المطرح ما عم يجعنا. كتير فوائده كتير منيح هو ورق الغار. فينا كمان نحط نعمل انفيزيون، يعني نحط بمي ورق غار اخضر بكل كباية، يعني بناخد كباية مي بنحط لها ورق غار ومنخليها تغلي، بنرجع منشيلها بنتركها تبرد وبنشرب كباية من بعد كل أكل روبا، كمان كتير منيح لهالأشياء الدولور أرتيكولير. في كتير منيح كمان لكل شي وجع معدة، كل شي نفخة غازات، وكل شي يعني إذا أكلنا شي ومنحس عنا عصر هضم ما عم نهضم مزبوط، كمان كباية أنفيزيون من الورق الغار كتير منيح. كتير منيح كمان بقوله بضعف كل لتر مي بتحطه بقلبه كذا ورقة ورق غار مع عودين قرفة تغلوها وبتشربوها، هيدا كتير منيح كمان بضعف بتشربوها بالنهار من بعد الربا. هلأ إذا بدنا نروح على الأشياء التجميلية، شو بيعمل ورق الغار؟ فينا كمان بالانفيزيون او الغلوه اللي عملناها المي مع الورق الغار فينا نحط بقطنه وندهن في وجنا، وهون بقولوا انه كل لتر مي لازم نحط 100 جرام ورق غار نغليهم وبننقعهم ننطر لحتى يبردوا، وبنرجع بنعملهم فلتراج ومنحطهم بقنينة ومنصير بكوتون نستعمله كلوسيون للوجه عبكرة وعشية على وجه منظف، يعني من بعد ما ننظف وجهنا بالورق الغار اللوسيون تبعه بتعمله وشكون كتير منيح، ببيض وبنظف مسام الوجه كتير منيح. كمان فينا نستعمله للقشرة، يعني ورق الغار فينا ننقع شعراتنا فيهم وبشيل القشرة، وفينا نستعمله كمان مثل تشطيفة إخرانية للشعر، بيعطي بقوي وبيعطي لمعية. وهون حاطين إنه كيف فينا نستعمله، كل لتر مي منحط 20 ورقة غار بقلبها منغليهم 20 دقيقة ومنحطهم على شعراتنا وبنرجع بنشطف بمي مي نظيفة. بس حاطين انه في بريكوسيون لازم ننتبه لها، هي ممنوع خاصة الويل اسانسيال نستعمله للولاد يلي اصغر من 7 سنين ولا الام الحامل، كمان بريكوسيون انه ما لازم ابدا ورق الغار لا للولاد تحت 7 سنين ولا للام الحامل. هيك بكون حكيت عن ورق الغار. في شيء كمان بدي لكم عنه هو انه ما بعرف هيدي اذا بخليها لبعدين ولا بنستعملها، رح احكيها لانه كمان شيء بطي مشان الفاريس بالاجرين او هالعروق الزرق اللي بيكونوا او كل شيء هول العروق الحمر اللي بيكونوا بالاجرين بيقولوا لهم فاريكوسيتي، فينا نستعمل منجيب كبايه مي سخنه او يعني قدر كبايه بنحط بقلبها معلقه كبيره خل التفاح، مش خل العادي خل التفاح، ومعلقه كبيره عسل، لكن مي سخنه، معلقه كبيره كبية مي سخنة، معلقة كبيرة تفاح ومعلقة كبيرة
عسل بنخلطهم منيح وبنشربهم كل يوم على فترة، يعني اعملوها يمكن ما بعرف على جمعتين، كل يوم كباية. بقولوا انه هذا الشيء كتير منيح، بتحسه الفاريس وهول الاشياء الفين الحمر يلي ببينه بالاجرين، خاصة للرجال كمان كتير منيحة، كتير بفيد كمان الفاريس وهيك اشياء. حبيت هيك اعطيكم فكرتين على السريع، نصايح هيك سريعه صار لنا زمان ما اعطيتكم اياها. وخليني بلش انا وياكم اول موديل من هالبونشو، لكن حريم بولير جبته من السوبر مارشي، وفي كتير منه، يعني في كل الالوان. رح اوقف هون هلا بدي استحكي. وفي كل قياسات مثل ما قلت لكم، فينا نعمل هالكادو لكل الاعمار، بنوت 15 17 سنه، اون مامون، اون فيتور مامون حبله كمان بتلبسه عشيه بتدفى فيه، للتيتا، لجدو، لبابا، للكل. بس اكيد هون بنفرق مثل ما قلت لكم بين القماشه شو بيكون لونها وبين الكبر تبعها. وهن هولي على طول بنلاقيهم يا مفرد يا مفرد ونص. خلوا المفرد للصغار ومفرد ونص للاجسام الكبيره الكبار. بنجيب هالحريم، نقيته انا هيك مهضوم وعليه ميكي ماوس. هلا هو مطوي بالطول هيك، انا ما بدي اياه مطوي بالطول، بدي اياه يكون مطوي بالعرض. رح ارجع افتحه وطويه بالعرض تيجي بهالطريقه، واكيد بنتبه يكون مزبوط. ليه؟ لانه بدي قصه تما يطلع حلو. انتو اكيد بالبيت بتحطوه على طاوله او على تخت لحتى يطلع مزبوط معكم. لكن هيدا طويته انا بالعرض. باخذ النص تبعه. هلا هيدا رح اعمله بونشو مفتوح كتير مهضوم. جربوا، انا بالبيت عامله لجوزي ولاولادي، يعني عشية بكونوا قاعدين عم بيقروا أو على اللابتوب عم بيشتغلوا على التي في، بينحط هيك على الكتاف كتير مهضوم. لكن أخذت أنا النص تبعه يلي هو هون، رح أحط دبوس وقفلشو على الطاولة لحتى مزبوط. وراح اخد كمان النص من الكعب طما يطلع معي قلوة. لكن كمان باخد النص اللي هو هون رح احط كمان دبوس. لكن صار عندي نص من فوق ومن تحت. بفلشو على الطاولة وبلش قص البارتي الفوقاني. هلا انا هينا عندي هون، لانه جيب المقص وبلش. اكيد هلا انتو بالبيت بتجيبوا مزور بتحطوها هيك
وبتحطوا عليم لحتى يطلع مزبوط معكم النص. هل رح اخد بارتي الفوقانية، انتبهوا بس الفوقانية، وبطلع فيها. هلا قلت بدي اغير المقص لانه المقص وقت خلص بيجي وقت بتقصه فيه كتير ما بعود يقص مظبوط. بتجيبوا ورقة ألومنيوم وبتحفوا، بتعملوها كذا دور وبترجعوا بتقصوا المقص الورق الألومنيوم، بتحسوه إنه رجع صار يقص، يعني رجع مددتوا له عمره أكتر، بقى هيدا صار بده هيك لأنه قصيت فيه حديد. وصلت لفوق هون القبة، ما رح أطلع أكتر من هيك. كفي قص لفوق، قدي بعد معي وقت. اوكي، هلا صار عندي انفتح من قدام وصار عندي بانشو فيني البسه عشيه. هلا شو بنعمل لحتى ما يضل هيك مفتوح؟ فيكن نشوف قديش بدنا فتحة الإيد وبندرز. هلا إن شاء الله بحلقة بتكون ماري معنا، نبعت لها تحية لماري، اشتقنا لها. بنعمل بتكفي لنا إياه هي، بناخد قديش الفتحة، فينا ناخد النص يعني تتكون كتير واسعة، وبندرزها من هون لتحت على الميلتين. هيك بصير منفوت إيدنا وما بتعود تلعب، يعني يصير من قدام أطول من ورا أو من ورا من قدام، بيصير عندنا مثل كم مظبوط نفوته ونلبسه. هلأ شوفوا شو مهضوم، بس زيادة لحتى تعطوه إفي نويل. شو بنعمل؟ رح بلش أنا بميلي. هلأ يمكن ما لحق أعمله كله، بس بدي فرجيكم شو بيعطي إفيه حلو. أكيد نرجع بناخده لحتى أعرف قدام ورا وين. هيدا القدام تبعه وهيدا الطرف يلي بيجي من قدام. منجيب هيدي بحال أنا عم بعطيكم فكرة إذا ما بدكم تخيطوا، يعني فكرة هيك سريعة، وإذا بدكم تخيطوا بتعملوا لها أكيد بريم لجوا وبتزبطوها، بس فيكم ليه؟ لأنه البولير ما بيكر. شبت هيدا البعض المهضوم يلي بيعطي كتير نوال، رح أرجع أقعد ورح أعمل من قدام. هلأ فينا تعملوا له هيك بالجلوغان تلزقه يزبط معكم، بس أكيد درز بيطلع أحلى. إذا ما بدنا ندرز تيبين هيك شي هاند كرافت، رح لزق هيدا البوند توتوتور واعطوه راحته، يعني ما تشده كتير تما يزمزم. هو الأحسن تعملوه درز، يعني تاخدوه عند خياطة أو أنتوا إذا عندكم ماشين بالبيت. بدي أبعت تحية
بزحلة لنجاة بعتت لي مساج بسطت كتير فيه، يعني عطول ببسط بيالي بتبعتوا لي هون، بس هي بعتت لي قالت لي خليتيني اشتري مكنة للبيت، مكنة خياطة، لأنه مرة عملنا نحن حلقة إنه قديش مكنة الخياطة مهمة بالبيت وفينا نعمل إشياء فيها كتير وهيك. تحمست اشتريت مكنة خياطة وفرجتني شو عم تعمل، إشياء كتير حلوة. قالت لي بتشكريك لأنه أنت حمستيني، عطيتينا الفكرة وخليتيني مزبوط أعرف قديش عندي موهبة كانت مخبية وما كنت عارفة، وهلأ صارت عم تعمل إشياء لأول قربانات، لناس، لولادات جديدة، وعملتها مهنتها، يعني ما كانت الخياطة اللي جبتها صارت شوي شوي تتمرن عليها وشوي شوي تاخد أفكار كور إسولير وتطبق كل هالإشياء يلي عم بعطيكم إياها. بقى منبعت لها تحية وإن شاء الله هيك الكل تتحمسوا. عن جد مكانة الخياطة كتير حلوة، وخاصة إذا هيك إشياء هينة، يعني هلأ يمكن تكونوا من يلي ما عندكم وقت تظهروا كذا تشتغلوا، بس فيكن رح أعمل الميل الثاني كمان بس لحتى تشوفوا كيف بالنهاية بيطلع. رح بلش من هون، فكرة كتير حلوة، يعني شيء كتير مهضوم لأنه بتحسه، رح أقربها مقشوعة على الكاميرا، هيك بيّن. أوكي، هلا بدكم تقولوا لي تلزيق ما بضاين بيقبع، حق معكم هو احسن خياطه، بس كمان فيكم مثلا انا يلي عملتهم بالبيت عملتهم هيك تلزيق لانه هو مش يعني ما بيتغسل دائما. وحلو الفكرة إنه يتشاركوا أولادنا معنا، يعني يشوفونا نحن شو عم نعمل وبينبسطوا، بس انتبهوا دايماً بقلكن الفرد مؤذي خاصة إذا كان كتير سخن. هلا قد ما فيي عم سرع لحتى لأنه الوقت كتير. وعطوها راحطها يعني ما تشدوا كتير تما يزم. وعلى الاستعمال ما بيقبع، يعني خاصة إذا الريبون مش نايلون، يعني جيبوا أكيد الريبون يكون قماش. هلأ منكون عملنا الميلتين،
لكن عملنا الميلة يلي من قدام. هلأ فينا نعمله برم، بس هيك ضيعتي إفي كريسمس أكتر. صار عنده هالبريم الأحمر من قدام، أرجع ألبسه أنا تفرجيكم إياه. عطى إفي أحلى مثل ما قلت لكم هون، بس تدرزوا كمان، تدرزوا من هون تخلوا بس للإيد. بصير هين لبسه. وصار عنا هيدا الشيء المهضوم قديش هيك بدفي وحلو، ما بعود له قلب واحد يعني يشلحه. وبالنهايه لحتى اعطيه مظبوط افيه، فينا نعمل مثل بروش من هالميله او من هالميله مع دبوس شنغل، وهيك يطلع لكريسماس. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هيدا اول موديل. هلا بحلقات الجين الله راد رح اعطيكم موديل ثاني وانتم بتنقوا، بس انا بالنسبه لإلي هيك المفتوح كثير براتيك. اوقات كثير بنكون قاعدين عشيه بالبيجاما بدق الباب، بنصير محتارين بدنا نقوم نحط الروب علينا وهيك، هيدا خاصه قد بيكون طويل رح فرجيكم اياه من ورا. بيكون براتيك كتير، بنلبسه وبدفي. وهيك ان شاء الله تكونوا حبيتوا هالفكره، وهذا كتير حلو الكادو تعملوه لجده، يعني كتير هيك بحبوا عشيه يكونوا قاعدين متدفيين. وهيك بتكون خلصت حلقتي، ان شاء الله تكونوا حبيتوا. ومثل دائما اخر نصيحه بعطيكم اياها، دائما خلوا البسمه على وشكم. باي.